بالنسبة بقى مصر جواز أم السفر الدنيا والناس اللي عايزة تسافر وهتبقى وعايزين يلفوا العالم واللي عايزين يتقابلوا مع أجانب، فرحبوا معايا في كلية سياحة وفنادق. أنا علي فوزي، زميلي مصطفى أشرف، هنقدم لكم عرض كلية سياحة وفنادق. قبل ما نبدأ عايز أفرجكم على فيديو الأول. عايز أعرف بس كم حد عايز يخش سياحة وفنادق أو عارف أصلا الكلية؟ أنتوا فين؟ في شوية يعني. طيب حبة حلوين. نشوف الفيديو مع بعض. And the sun gazed upon a land and chose it from among the others. And the land grew and became an empire. Destined to be the cradle of civilization and known as the mother of the world. A land of legend and mystery. A story to tell. A world to live. Gift of the Nile. Guardian of the past, capturing the hearts of people all over the world. Get inspired to start your own story, where it all begins. Welcome to Egypt. The most fascinating place on earth. Land of the pharaohs. Muse of the world. Travel back to ancient times. Hear the voices from the past. Marvel as you wander through what is widely considered the greatest outdoor museum. طيب عشان الفيديو طويل هنخش بقى في العرض على طول بتاع الكلية. أول حاجة هي كلية سياحة وفنادق، هي كلية مش معهد، في معاهد سياحة وفنادق كتير، بس كلية سياحة في 7 كليات بس في مصر، منهم واحدة في اسكندرية اللي هي في المجمع جنبنا على طول. مدة الدراسة في الكلية بتتراوح، الأفرج بتاعها بيبقى 4 سنين. الكلية ماشية بنظام الجي بي اي أو الكريدت أورز، ده في حاجة اسمها هاف لود أو أوفر لود، دوت بيخليك ممكن تاخد تخلص الكلية في 3 سنين ونص أو تخليك تاخد الكلية في 5 أو 6 سنين، دوت على حسب شطارتك وعلى حسب مذاكرتك، بس الأفرج بيبقى 4 سنين. من مميزات الكلية العدد، الدفعة بتاعتك بتبقى حوالي 200 طالب، دوت بيخلي العملية التعليمية كويسة جدا لأنك بتقدر تتناقش مع الدكاترة، بتقدر تسألهم على أي حاجة أنت عاوزها. كمان التدريب العملي ديت حاجة من مميزات الكلية، إنك مش بتضطر إنك تدور على تدريب، أنت الكلية بتوفر لك التدريب دوت، وزميلي مصطفى هيوضح النقطة ديت بالتفصيل. بالنسبة إزاي عايز أخش سياحة وفنادق، أول حاجة أنت هتكتب في التنسيق بتاعك سياحة وفنادق، وإن شاء الله لما تجيلك هتيجي الكلية وهتعمل انترفيو مع الدكاترة. والنهاردة على الإيفنت هنزل لكم إيه هو الانترفيو بالتفصيل. دلوقتي مصطفى هيشرح لكم أقسام الكلية. دلوقتي إحنا دخلنا الكلية سنة أولى، إحنا بندرس فيها جنرال. الجنرال يعني ايه؟ يعني انا بدرس مواد من كل الاقسام اللي موجوده في الكليه، اللي هما 3 اقسام، عندي قسم الدراسات السياحيه وقسم الدراسات الفندقيه وقسم الارشاد السياحي. اول قسم، قسم الدراسات السياحيه، الدراسه فيه بتكون ليها علاقه بالسياحه، اي حاجه ليها علاقه بالسياحه انا بفهمها، تمام؟ من علاقات عامه، بي ار، تسويق، ماركتنج، لازم ان انا افهم التسويق كويس جدا لان انا بسوق للسلعه بتاعتي، اي حد بيسوق للسلعه بتاعته بيعمل لها ماركتنج، احنا بنسوق للسيرفيس بتاعتنا، يعني احنا في السياحه بنقدم سيرفيس، فلازم ان احنا نسوق لها كويس. تاني حاجه تاريخ وحضاره، طيب دلوقتي انا في قسم دراسات سياحيه، ليه هاخد تاريخ وحضاره؟ يعني انا هربان من الجايدنج عشان تاريخ وحضاره. انا لما ببقى شغال في شركه سياحه او كده بيجي لي ناس عايزه تعمل تور في اسكندريه مثلا في اماكن سياحيه، فلازم ابقى عندي معلومات كويسه جدا عنها عشان ارشح لهم الاماكن الكويسه. تاني حاجه اقتصاد واحصاء وتنميه سياحيه وكمبيوتر. طيب انا في الكمبيوتر ليه باخد كمبيوتر؟ عشان
انا بيبقى لازم عندي معلومات عن الكمبيوتر عشان انا بشتغل في شركات سياحه وبشتغل في شركات طيران، بتعامل مع كمبيوتر كتير جدا، بتعامل مع برنامج بالذات اسمه اماديوس، ده بتاع حجز تذاكر الطيران. تاني حاجه هتبقى التدريب. التدريب في الكليه بيبقى مقسوم لشقين، شق جوه الكليه وشق بره الكليه. شق جوه الكليه ده بيبقى عباره عن ورك شوبس بتعملها الكليه للطلبه، بيكون بين الدكاتره والطلبه سواء بقى في الصيف او في فتره الدراسه، وبيعملوا دوره اسمها دوره الاماديوس، دي بيعلمك ازاي ان انت تحجز تذاكر الطيران وازاي ان انت تكون في شركه سياحه وتشتغل وتحجز التذاكر. بعد كده بيبقى في شق اللي بره الكليه، وده ان انت الكليه بتاهلك ان انت تشتغل مع شركات سياحه، ففي شركات سياحه بتيجي عندنا الكليه تعمل انترفيو مع الطلبه وبيشتغلوا في الشركات وبينفذوا اللي بيدرسوه عملي يعني. بعد كده قسم الدراسات الفندقية، هو معلومات الناس عن القسم ده غلط خالص، يعني أنا مش بتخرج من الدراسات الفندقية أشتغل ويتر وشيف وكده، هو في شيف بس الناس فاهمين الموضوع غلط خالص. أول حاجة أنا باخد الهوتل مانجمنت. يعني إيه هوتل مانجمنت؟ أنا بفهم الفندق من أوله لآخره بيتعامل إزاي، يعني إيه الشغل اللي فيه كله، إيه اللي بيحصل فيه من أول الفود أند بيفريج، من أول الفرونت أوفيس، روم سيرفيس، أي حاجة بتحصل في الفندق أنا بفهمها كويس جدا. بعد كده التدريب برضو في قسم الدراسات الفندقية بيتقسم لشقين برضو جوه الكلية وبره الكلية. جوه الكلية بيحصل وركشوبس، بنسافر بنروح القاهرة في معارض بتحصل من الفنادق أو كده، بنروح فنادق كتير جدا بحيث ان احنا نشوف الإدارة فيها والموضوع شغال ازاي، بحيث ان احنا اول ما ننزل نبقى عارفين، نبقى على دراية كاملة بالموضوع. في شق اللي جوه اللي بره الكلية، ده الكلية بتبقى بتعاون مثلا مع فنادق بره، زي السنة دي جاء عندنا فندق فور سيزون، جاء عندنا الكلية عمل انترفيوز مع ناس في الكلية وهم حاليا شغالين في التدريب هناك. بعد كده قسم الإرشاد السياحي، هو القسم المحبب بالنسبة لي، يعني هو السبب ان انا ادخل الكلية اصلا، يعني انا بحب الإرشاد جدا، بالذات الصورة اللي فاتت دي، ما بتغير الصورة دي، عايز الصورة، لا عايز الصورة، عيب يعني. الصورة دي أنا بحبها جداً، هي أصلاً سبب أن أنا أدخل الكلية، أنا شايف أن... شكراً، شكراً. هات الصورة يا علي، أنا مش همشي من هنا غير بالصورة يا علي. يلا. تمام. أنا شايف أن المرشد بيبقى زي دكتور قالت لنا مرة، قالت لنا المرشد ده بيكون لسان الأثر، أنا اللي بخلي الأثر يتكلم، انا اللي بقول له، يعني بقول التور لما بيجي لي باجي اتكلم معاه وكده بقول له حصل كذا كذا كذا، انا اللي بحلله الموضوع، من غيري الموضوع ما يبقاش موجود. التدريب الدراسه في القسم، اول حاجه بعد اذنك بندرس التاريخ مصر القديمه من كل العصور، العصر الفرعوني الإسلامي يوناني وروماني بيزنطي إسلامي، والتاريخ الحديث بندرس الأدب والديانة والفنون المصرية القديمة، بندرس لغة مصرية قديمة هيروغليفي، احنا بنعرف نقرأ الحاجات من على الأثر وكده، اللي هي البطة والوزة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. الدراسة عندنا بتبقى بالإنجليش بس، مفيش عربي خالص. التدريب بيبقى في القسم عندنا احنا بنسافر الاماكن الاثريه دي بنطبق فيها الموضوع عملي، يعني بنسافر مثلا القاهره، بنسافر سقاره، الجيزه، بنسافر المتحف المصري، بنروح هناك ان احنا نطبق الموضوع بشكل عملي بحيث ان انت اول ما تتخرج تلاقي نفسك عارف ان انت تشتغل. دي صور من التدريب، دي القاهره الاسلاميه وده المتحف المصري، وفي سنه ثالثه ثالثه او رابعه بيكون في سفر للاقصر واسوان. بعد كده مجالات العمل هسيبكم مع زميلي علي هيكملها لكم. مجال العمل في السياحه والفنادق عموما ده مجال فيه فرايتي كبيره جدا، وتقدر تشتغل في اي حاجه وانت في اي قسم، بس لازم يبقى عندك سكيلز ولازم يبقى عندك كواليفيكيشنز اللي هي تؤهلك انك تشتغل في المجال دوت. الكي وورد بتاعه الشغل في مجال السياحه هي الانجليش، بس طبعا وان لانجويج از نوت انف، لازم انك تبدا تدور على لغه تانية وتدرس لغه تانية، والموضوع اللغه تانية ده هيفرق معاكوا كتير زي ما هوضح بعد كده.
طيب ايه شغل في مجال السياحة والفنادق؟ عندي مثلا شغل انك تبقى تور اوبريتور. التور الاوبريتور دوت هو وظيفته اللي بينفذ البرنامج السياحي، اللي بيحجز فنادق، بيحجز تذاكر طيران. في كمان بقى مجال الافيشن، انك تقدر تشتغل مضيف او مضيف الطيران. طبعا دوت ليه كورسات وليه دورات انت هتتعرف عليها في الكليه لانك عشان تبقى مضيف او مضيف الطيران. في كمان التور ليدر. التور ليدر دوت بيعمل اسكورتنج للجروب، سواء جروب او سواء انديفيدولز، بيوديهم الاماكن الاثريه، بيوديهم الفندق، بيوديهم البازارات. ودوت شغلانته بتختلف شويه عن المرشد السياحي زي ما هنوضح. في كمان انك ممكن تبقى تيكت ايجنت، دوت انك تحجز تذاكر الطيران، ودوت ليها كورس في الكليه بنظام الاماديوس او في نظام جاليليو، بتتعرف عليه برضو في الكليه عشان تحجز تذاكر الطيران. بالنسبه بقى لمجال العمل في الدراسات الفندقيه، فدوت انت بتتعلم ازاي تبقى مدير للاقسام المختلفه. طيب هوصل ازاي اني ابقى مدير؟ لازم من الاول خالص، من اول لما تخش الكليه بتبتدي تدريبات، بتنزل من اقل حاجه عشان باذن الله لما تخلص كليه تقدر انك تبقى سوبرفايزر او تقدر تبقى مدير للفندق. اخر حاجه هو مجال الارشاد السياحي. طبعا انت بتعمل جايدنج للجروب اللي انت معاه، بتفرجه على تاريخ حضاره مصر. الجايدنج مش شرط انك تبقى يعني بتشرح اثار وتاريخ. السائح ممكن يسالك في اي حاجه ممكن تتوقعها، انت بالظبط بتبقى سفير مصر. ديت الحاجه اللي كنت بقولها للغه الثانيه. دوت اعلان مطلوب مرشد سياحي صيني بمرتب 120,000 جنيه في الشهر، يعني انت في خلال سنه ممكن تبقى مليونير. فلازم من اول لما تخش الكليه لازم تدور على اللغه الثانيه وتدرسها. في لغات نادره جدا زي الصيني، زي الكوري، زي الياباني، زي كمان العبري. العبري كمان في مصر ليه شغل كتير. اسرائيل الدوله السادسه رقم 6 مصدره للسياحه في مصر، بيشتغلوا في طابه وفي شرم الشيخ. فالمجال في السياحه والفنادق محتاج انك يبقى عندك سكيلز، في بعضها تقدمها لك الكليه وفي بعضها لازم تشتغل على نفسك عشان توصل في يوم من الايام. دخولك الكليه مش دوت كده نهايه الطريق، دخولك الكليه دوت بدايه الطريق لمرحله كبيره قوي انت عايز توصل فيها. لازم تطور من نفسك، لازم تشوف الكورسات اللي ناقصالك، لازم تشتغل على نفسك عشان تقدر توصل في يوم من الايام. يا رب نكون فدناكم، وديت الكونتاكتس بتاعتنا لو حد عايز يتواصل معانا او يسال اي سؤال احنا تحت امره. شكرا جدا ليكم.